أردنا أن نسافر بكم في رحلة عبر التاريخ لنبحث بين ثناياه عن عادات سنها أجدادنا وجداتنا، تكون من خلالها موروثنا الثقافي المليء بأجمل الحكاية التي سنرويها لكم عبر بودكاست عوايدنا. أهلا بكم في أول عدد من برنامج بودكاست على موقع مزغنة بريس، أقدمه لكم أنا سارة بن مزيان. نستضيف اليوم السيدة بولصنام شيخة، سيدة شاهدة على الطبخ التقليدي في الجزائر، علمت الكثير من الشابات فنيات المطبخ الجزائري أصوله وفروعه. ستحدثنا اليوم عن العولة، والتي تعد تقليدا متوارثا حافظت عليه الجدات والأمهات وربات البيوت في بايلك تيتري. اليوم ارتأينا استضافة هذه السيدة الكريمة لأنها تملك الكثير من القصص لتشاركنا إياها في برنامج بودكاست. أهلا بك سيدتي. أهلا بك أسراك لبيس. العولة هي كل ما تخبئه أمهاتنا وجداتنا في الماضي والحاضر لاستقبال موسم الشتاء من طعام وعجائن وخضروات مجففة ومربى الفواكه بكل أنواعه. حدثينا عن هذه التفاصيل، كيف كنتم تحضرون لحم القديد، كيف كنتم تحضرون المعجون أو المربى، كيف كنتم تحضرون كل هذه المأكولات وهذه العولة التي تخبئونها في فصل الصيف لتجدونها في فصل الشتاء. صيف نقص الزرع ونقارب له ونفكر الطعام، العولة المردود المحمصة نأخذ مرمز تشيس مرمز نطنوها بيدينا ونقارب له وندسوها صغيرة، والخضير القديد هذا نذبحوه في الخريف نعجة ولا معزة ونخلعوها ونيبسوها وندسوها للشتاء ندير بها المردود الشخصوخة. وماذا عن المربى أو المعجون كما يسمى في مدينة المدية، فواكه المشتهرة في ولاية المدية، العنب التفاح، كيف كنتم تحضرون هذه الأنواع من المربى كما تسمونه المعجون؟ نديروا المعجون نتاع العنب، نديروا نتاع المشمش، نديروا نتاع التشينة وندسوا سوق يا قبطون جبدون. في أي فصل كنتم تحضرونه؟ نديرو في وقته كيطيب نهاية الخريف. إيه، وكي يتقطع العنب والقصاص والتشينة يقطع نجبدوه. تأكلونه لوحدكم مع أولادكم أم أنكم تكرمون به ضيوفكم؟ نحطوا اللي يجونا للضياف مدة ثانية كش المعرفة. تحضير الكسكس أو الطعام في مدينة المدية له طقوس، حيث تجتمع النسوة لتحضير هذه المادة الأساسية في أطباقنا اليومية. كيف تجتمعين مع النساء، مع صديقاتك، مع جاراتك، مع بناتك، مع زوجات أبنائك لتحضرن هذه الوجبة الأساسية، وكيف تكون هذه التفاصيل اليومية، وكم تستغرق مدة تحضير عدة كيلوغرامات من الطعام؟ لمحباباتي ونديروا الفطور الحلوى والقهوة الصباح، نديروا الشوربة القمصة يفطروا ومقصرين ونفتلوا قنطار نص قنطار ونيبسوا ونساقموا ونفطوا ونديروا في السكاير ونديروا نعدوا قانا جبتوا. كم مدة تحضير قنطار من الطعام؟ كم هي المدة؟ أسبوع، شهر، خمسة أيام، كم هي المدة؟ يومين. يومين فقط؟ يومين ولست كيف كثرت ثلاثة أيام، لأن النسوة عند تحضير الطعام تكون كثيرات عدة نساء. يومين في القنطار ونيبسوا ونفوروا ونحطوا ونيبسوا ونفضوا وندسوا ونديروا في السكر ونجبتوا. أعلم أنه من وأنتن تحضرن الكسكسي أو الطعام تستخرجن مواد أخرى كمادة المردود أو البركوكس
وجبة المحمصة التي تحضر بالسكر والزبدة وتحضر بالفاصوليا وأحيانا بالعسل كذلك. حدثيني عن هذه الوجبات التقليدية والصحية كذلك. يعني اسمع قموا لم يفطرون العائلة والذي يجو لعدنا لسنيد مهبة لسنة كسدروا لهم السكر يفطر به. أخبرتني أن زوجك المجاهد المرحوم بعيسى محمد كان يعتمد كثيرا على خدمة الفلاحة الزراعة المنزلية، كان يربي النحل، كان يغرس عديد من الخضر والفواكه. أخبرينا كيف كنتم تعتمدون على هذه الزراعة المنزلية في سد الكثير من حاجياتكم وتتخلون عن المواد المصنعة وتدخرون الكثير من الأموال من خلال الزراعة المنزلية. ماذا كنتم تغرسون أنذاك؟ أخبريني بالأنواع أو الخضروات التي كنتم تفضلون غرسها في المنزل أو في حديقة المنزل. يخدمها ينقص ويخدم ويغرسها ويسكت ويصدق منها ويمد منها ويأكل منها قال يفسد وخلاص. ما هي الخضروات التي كنتم تغرسونها؟ أحب أن أعلم التفاصيل، أنا هذا ما أريده، أريد تفاصيل. بطاطا زرودية لفت مع النوس دير القصفر دير النعناع دير القليش دير. يعني وجبة كاملة من الجزر، البطاطا، الفول، كل الخضروات كنت تعتمدين عليها في تحضير وجباتك اليومية، لم تحتاجي كثيرا إلى المشتريات الغذائية، تأكلين وتتصدقين. أخبريني قصة من قصصك عن الصدقات، لأنني أعلم من سكان المدينة أنك سيدة معروفة بالكثير من الصدقة، يجتمع الكل من في بيتك يأكلون يشربون يبيتون. كان زوجك المرحوم يصالح بين المتخاصمين، كنتم كما نقول البيت الكبيرة، كيف كان ذلك؟ يأكلوا ويشربون خملهم ويدوروا. من هؤلاء؟ من الذين يأتون إلى بيتك؟ الأصدقاء، الفقراء، المساكين؟ هم عندنا طول الفقراء والمساكين دور عنهم قاعد مدور يقرب يديهم ويأكلوا ويشربوا على راحهم حتى يذهبن إلى بيوتهن. يعني أنتم من الصنف الذي تحدث عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، صدق الله العظيم. أخبرتني عن زوجك الذي كان يتصدق بالعسل ولا يفضل بيعه، احكي لنا عن هذه القصة. كان درسنا ذيك تولى سرنالي يوجد يقطعوا ويفرقوا ما يبيعوش، يقولوا الناس وعلي ما تبيعش يقولهم نصدق ذيك الدهر ما نبيعش. يتصدق لتلك الدهر أو للآخرة، كان رجلا تقيا. بارك لكم الله في رزقكم وفي كل صدقاتكم. كيف تعرفت على هذه العادة الحميدة والأصيلة العولة؟ هل تعلمتها من أمك تلك السيدة التي رويت عنها الكثير من القصص، أم من والدة زوجك والتي أخبرتني كذلك أنها كانت سيدة قوية؟ تعلمت على زوجي. ماذا علمتك حماتك؟ تعلمت عليها تطحن وتتفتكي ما قلتك وتصدق وتمد ودير لنا العولة على العام من العام للعام. يعني اكتسبت كل هذه الصفات وتعلمت كل هذه التقاليد من والدة زوجك السيدة ذهبية رحمها الله. الطقس في مدينة المدية بارد يميزه تساقط الكثير من الثلوج التي تمنع الساكن من الخروج لاقتناء الحاجيات اليومية. هل ساهمت العولة في تفادي الحاجة أم أنها ساهمت في القضاء عليها كليا؟ لا كيديروا العولة القضية لأخذ نشرور العولة اللي ما نشروش الأهم. ولكنكم تدخرون الكثير من الأموال بسبب العولة. نعودوا نستحفظون نعرفوا كيف نوجدوا الحي. هل تحضر العولة من قبل كل العائلات أم أنها تقليد فقط يقتصر على العائلات الغنية والميسورة الحال؟ لا عندهم قال مش قادرين يديروا العولة، ما عندهم يديروا العولة عايشين على قدهم. شكرا لك سيدتي الكريمة على كل هذه التفاصيل التي شاركتنا إياها والقصص التي نعتبرها مفيدة جدا وفعالة للأجيال الحاضرة والأجيال القادمة، على أمل أن نلتقي في حكاية من الزمن الجميل. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة. إن شاء الله وبارك الله فيكم. شكرا وفيك بارك.